كيفك ليلى؟ شو ان شاء الله غيرتي جو؟ مبين انه اللي ببطنه رح يكون صبي، ما عم يتحمل يضل قاعد مثل البنات. معك حق مرت عمي. معناها تعي اقعدي معنا. هالجيل بس يحبل مدري شو بصير فيه، على حركات وما بعرف شو. فاطمة كمان مانا هون حتى تساوي لنا قهوة. قلنا زمان ما شربنا القهوة من ايديكي بهية، اي والله اشتقنا لقهوتك. ما هيك مرت عمي لوري؟ ايه معك حق، طبعا. يلا بهية، قومي اعملي لنا فنجان قهوة من تحت ايديكي. خالي ليلى، شوفي كأنك موجوعة. روحي من وشي يا فصعوني. نلعي مرت عمي. بهي مخبية شي، غانم آغا صار لنا فترة ما عم نشوفه، ما حدا بيعرف عنه شي. وبهي شو بدها تكون مخبية عنا زمرد؟ الصبح حكت معه وطمنتنا عليه. مرت عمي عم بتقول إنها حكت، بس ليش هو ما عم يحكي مع غيرها؟ فاطمة، انت ليش ما عم تفهمي علي؟ ابنك حياته بخطر، ما تحرمنا من دعائك، وهو لازم يعرف في ناس عم يلاحقوه. لا تحاول تلعب علي منصور، ابنك الله يرحمه، وما عندي اولاد بنوب، هذا اللي عندي، ولا تنطلي على الرايحه والجايه. رح نصير اغنياء كلنا ورح نعمر هالبلد. شكرا شكرا، الله يرضى عليكم جميعا. رح ننقل على هرمالي للمستقبل ايد بايد، كتف بكتف، ونطورها لمستقبل المبهر. نعم تصفيق، نعم هذا هو اللي كنا بنحلم فيه. رئيس بلديه هرمالي رشيد كارا، صوت المستقبل. شو بهك رئيس البلديه قدامك؟ رفيق لرئيس البلديه عادي. رشيد. على شو عم بتلمحي زمرد؟ اذا بتعرفي شي يلا قولي. لا مرت عمي، أنا ما بعرف شي أبداً، بس أنت بتعرفي أنهم كل فترة بيتخانقوا، وممكن يكون غانم معصب منها وما بده يجي على القصر. بصراحة هاد مانو موضوع خناقة بين الرجال ومرته، بهي بتعرف شي وما بدها تحكي. عمي وينه؟ شو عم تعملي بغرفتي؟ شو هالدواء؟ شو هاد؟ ما دخلك. شو هالدواء؟ بخصك إليك؟
جاوبيني، هالدواء بيخصك؟ ايه حاج بقى، اخدتي راحتك وبلشتي تنبشي بغراضي؟ اطلعي من غرفتي فورا. انتي ليش عم تاخدي هالحبوب؟ لشو برايك؟ فيتامينات، الدكتور كتب لي اياهن، هاتيهن. طيب ما دام فيتامينات خدي حبه، خديها بتفيدك. يلا. مين انت لتسالني؟ ابي راح على اضنا عم يحل موضوع الشغل. ومع مين هذا الشغل؟ ما دخلك، شي ما بيخصك. فهمني هلا عمي مع مين رح يحكي بالشغل بأضنا؟ يلا خديها، هذا الفيتامين بيفيدك. يلا. خايفة تخديمة هيك؟ لأنك حاولتي تقتلي زهرة بهدول الحبوب. كيف طلع من قلبك هالشي؟ هلا رح أطلع لبرا ورح أكشفك قدام الكل. رح يعرفوا كيف حاولتي تقتلي زهرة وتقتلي الجنين يلي ببطنها، وهنن يلي رح يحددوا عقوبتك. انتي انتهيتي. ملك، ملك وقفي، اسمعيني شوي، رح اشرح لك كل شيء. ملك، شو بدك تشرحي لي؟ اه قديشك وحدة مجرمة؟ هالحبوب حاولتي تقتلي زهرة وتتخلصي من الجنين اللي ببطنها، ما في بقلبك ذرة رحمة. انتي فهمانة غلط، الوضع مانو مثل ما انك مفكرة. شو اللي فهمته غلط؟ زهرة كانت رح تموت من وراء انانيتك وحقدك. بأي حق عم تحكي معي هيك؟ آه؟ نقلع من هون. على مهلك شوي. ليش عصبت من سؤالي وانتهيت؟ لأنه ما عندك جواب؟ أنت زودت ولكن قلع. شو عملت يا عمي؟ احكي. حطي القهوة وعدي شوية بهية. عاوزتك. شوفي مرت عمي، شو اللي صاير بينك وبين غانم؟ شو مخبيين عنا؟ شو بده يكون صاير مرت عمي؟ أنا رح أفضحك قدامون. إن شاء الله اسمعي، رح أضلي عايشة. إن شاء الله اسمعي. ثاني بعد منين هالصوت؟ هي ملك، هات صوتها وأنا بعرفه. أنا رح أحكي لك كل شيء، خلينا نقعد ونحكي. ما ضل شي لنحكي فيه، فهمتي؟ فهمتي؟ هاتي ملك، هاتي، هاتي وافي، هاتي العلبة. وافي. تركيني. ليلى. ليلى، 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 ردي علي. يا لطيف، شو في يا بهية؟ شو صاير مع ليلى؟ قليلي. ليلى، الله يخليكي ردي علي. بنتي قليلي، انت منيحة؟ كنا واقفين عم نحكي وفجأة وقعت هي. كيف وقعتي من على الدرج؟ يلا احكي. بس ما وقعت لحالي، بلكي لأنها حامل وداخت وقعت بدون ما تنتبه. اه ما هيك ليلى؟ ملك، ملك هي اللي دفشتني من على الدرج. شو؟